رحيم، بالنسبة للمقابلة كنا ننتظرها بالطبع مقابلة صعبة. تمنينا هذا الديربي يكون فصل البطولة. جينا في أول مباراة، الحمد لله كان عرس جيد، كان عطاء بالنسبة للفريقين في المستوى، كان جمهور غفير، كان يهمنا هو الأجواء اللي تسدها روح رياضية، لأن أنا لما يظهر لي خص يكون تصالح ما بين الناديين، لأن هاد الناديين نادي متوجة نادي عريق، فريق النهضة البركاني الآن غادي في مسار جيد وجيد جدا، فاللي تربطنا دائما تاريخ وأخوة بالطبع، دائما اللاعبين بلاصتنا كيكونوا لعبوا في المولودية، والمولودية كذلك لعبوا في بركان. أنا بالنسبة لي فرحان لأن الأجواء كانت في مستوى. بالنسبة للقراءة ديالي التكتيكية، كان عندنا مشكل قبل ما نبداو المباراة، لأن كاين سبعة لاعبين ما لعبولناش في الكاليفيكاسيون. On était obligé d'aligner des défenseurs en attaque. Donc on était carrément déséquilibré, on a gardé le secret. On a juste travaillé sur le potentiel qu'on avait. Donc on a gagné une telle dernière دقيقة on a gagné, donc on est très heureux. Et بالنسبة لي ما غنعقبش على التحكيم، لأن بالنسبة لي التحكيم كان في المستوى. بالنسبة لضرب الجزاء كان ما كايناش، هذاك ماشي شغلي. دونك اللي يهمني هو أن الفريق ديالي مالغري لي مونك اللاعبين ديالي قمنا بمقابله جيده وطبقنا التعليمات. انا انا جوي اون بلوك، انا باري سي ليز اسباس بي اون سورتي سور دي كونفيرسيون. المهم مقابله كانت جيده بالنسبه لنا، الحمد لله كان تعادل مصير الفريقين. شكرا للسيد عزيز.